السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة يرويها دكتور في جامعة بغداد. القصة عجيبة. الله يسلمكم. قبل لا أبدأ القصة، اللي يحب يتواصل معي، وكثير أشوف تعليقات في اليوتيوب، يا أبو طلال أبي أكلمك، عندي قصة بوصلها لك، يا أبو طلال عندي قضية بك تكلم فيها، فأتمنى اللي يحب يتواصل معي بطريقة أسهل عن طريق الواتساب. رقم التليفون للتواصل في هالشأن هذا في القضايا وكذا على رقم 5579-8721. طبعا قبل تحط الرقم هذا تحط فتح أو الخط، فتح خط الدولي الكويت 00965، وحياكم الله بأي وقت. بس أطلب طلب بسيط جدا، اللي حاول يراسلني في الواتساب. تعرفون ما شاء الله كثير أنا يعني توصلني رسائل والله بالألاف، لكن مرات أفرغ نفسي يعني يوميا ساعة ساعتين علشان أقرأ كل الرسائل. في مشكلة، في البعض يراسلني في البداية يقول لي السلام عليكم، وأنا على ما أقلب 100 رسالة 200 1000 رسالة ألقاه كاتب لي السلام عليكم، أقول عليكم السلام وأروح للرسائل الثانية. اليوم الثاني شخبارك أبو طلال، أرد عليه الحمد لله بخير الله يسلمك حياك الله. اليوم الثالث يعني أتمنى اللي بيدخل علي سلامكم واصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول لي يعني سلام عليكم يا أبو طلال، في قصة كذا كذا كذا، واسردها لي وأنا أرد لك بناء على الموضوع أو القضية أو القصة اللي أنت سردتها لي، علشان يكون التواصل سهل وسلس بيننا، وعلشان ما أتأخر عليك في الرد. قصة الليلة اللي يرويها الدكتور الجامعي يقول في أحد الأيام، وهذه القصة من سنتين، يقول زارني أحد الأصدقاء وهو قاضي تحقيق يسألني في موضوع شخصي. يعني قلت له حياك الله تفضل. فزارني المكتب فقال لي أنا بسألك عن موظفة عندكم في الجامعة. قال له يعني بخصوص شنو؟ لأني أنا اعتقدت أنه قاضي وكذا، خفت أنه يكون الموضوع له علاقة في القضايا أو شيء. قال لي لا لا لا، أنا عندي واحد من أشقائي يرغب أنه يعني يتقدم حق البنت ويتزوجها وهو سامع عنها، وأنا لما عرفت أنها موظفة عندكم في هالجامعة فقلت أسألك عنها، شلونها، شلون أخلاقها، وشلون يعني تعاملها مع الناس، شلون يعني تربيتها، يعني من هالأمور هذه. فأنا أول ما عرفت قلت له بالعكس، البنت هذه في قمة الأدب والروعة والأخلاق ومتربية وبنت ناس وعائلة ومن عائلة محترمة يعني. قال لي يا دكتور الله يخليك، أبسألك مرة ثانية وأبيك تتأكد، شلون البنت؟ قال له والله يا صديقي البنت جدا محترمة، وصار لها سنوات عندنا في العمل، وتعرف العمل يبين مرات أخلاق الشخص، فأبدا ما سمعت لها صوت ولا عندها مشاكل، ومحترمة وكلامها على يعني ترد على قد السؤال، ما تأخذ وتعطي كثير مع يعني الرجال أو غيرهم، يعني بنت يعني خجولة. رد سألني مرة ثالثة، فقلت يا صديقي يا حبيبي، أنت البنت لو فيها شيء وأنت جاي تسألني خصوصا فيها الأمور هذه، أنا مستحيل أخبي عنك. أنا قلت لك بكل أمانة وضمير عن البنت، واللي يعني المثل يقول من استشارك دخل في ذمتك، فأنا مستحيل يعني أغشك يعني. قال والله يا أخي لا تلومني، يعني أنا بقول لك قصة حصلت وأنا اللي ماسك القضية هذه، قضية شاب اسمه حسن. قال تفضل. قال هذا حسن شاب محترم خلوق، أبوه متوفي من 10 سنوات، وهو كبير الأولاد لأنه ما عنده إلا 3 خوات أصغر منه، وهو الكبير وهو اللي شايل البيت. ولد متخرج من كلية الاقتصاد صار له تقريبا 4-5 سنوات، لكن الله ما رزقه بوظيفة يعني تناسب شهادته،
لذلك اشتغل عمل خاص يعني، وصار يدبر أموره، والحمد لله مشت معاه العملية شوي يعني، صار يجمع ويضبط أموره، وخواته ما شاء الله اللي أصغر منه تزوجوا، فما بقى في البيت إلا هو ووالدته، والدته كبيرة شوي فحب إنه يتزوج على الأقل تكون في يعني بنت معاها في البيت كزوجته يعني تراعي والدته، وكذلك هو لأنه كثير يغيب عن البيت ومضطر لظروف عمله يعني. فيوم الأيام شاف بنت من أهل المنطقة ما يعرفها، لكن لما شافها وعجب فيها سأل من بنته، قالوا بنت فلان، فبدأ يسأل يعني على حياء وخجل يعني، يعني ما يبي أحد يعرف لين يتأكد أن فعلا البنت هذه تناسبه. فكل ما سأل قالوا له بنت روعة وأخلاق، والكل يمدح في البنت. قال توكلنا على الله، وياخذ والدته ويروح إلى أهل البنت ويتقدم لها بشكل رسمي ويوافقون عليه ويتزوج. وسكن في بيت أبوه القديم، هذا ما عندهم إلا هالبيت، مع زوجته ووالدته. ومشت الحياة طبيعي، أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين شهر شهرين، البنت بدت التغير عليه بأسلوبها وتعاملها معاه، حس إن في شيء وراء البنت، خصوصا إن صارت قليلة الكلام، صارت دائما تنظر نظرة شمئزاز، ما هي متقبلته بدون أي أسباب، رغم أن الشاب جدا حبوب وخلوق وطيب وأسلوبه جدا راقي حتى في معاملته مع زوجته، وبار في والدته، ودائما سبحان الله البار في والدته دائما يكون إنسان صاحب قيم وأخلاق. فتعامله مع زوجته كان جميل جدا، إلا أن الزوجة تغيرت عليه، الولد ما هو فاهم شنو القصة. أول أيام يعتقد أن هذا شيء طبيعي، المرأة دائما تمر في مراحل خلال يعني الشهر تكون يعني متضايقة وكذا، والرجل يقدر هالموقف هذا. لكن استمرت على هالأسلوب هذا أكثر من أسبوعين ثلاث، فصار يتضايق ويحاول يفهم منها شنو الشيء اللي مضايقها وشنو الشيء اللي خلاها تغير عليه فجأة، ولسه هم صار لهم أشهر يعني متزوجين. البنت ما هي راضية تتكلم، ودائما تقول له أنت شنو تبي مني، أنا الحين مضايقتك بشيء، تبي شيء، طلبت مني شيء وقلت لك لا. قال لا يعني بس أشوفك يعني في جفة بالعلاقة بيني وبين. قالت لا أنا هذا طبيعتي. قال أوكي. راحت الأيام وجدت الأيام، ويوم اختربت سيارته أثناء العمل يعني، فاضطر ياخذ تاكسي، ومن التكاسي العموميه اللي ما تدخل داخل المناطق يعني اللي توصل على الشارع، لانه ما بيدفع يعني ما عنده اجره يعني، وما يحب انه يصرف وفلوسه على قده، فاخذ من هالنوع التكاسي او النقل اللي يوصلون على الطرق يعني، وهو ياخذ باقي طريق يعني مشي. وهذه اول مره يرجع البيت بدون سياره، فصار يتمشى يعني من بدايه المنطقه تقريبا مسافه 10 دقائق بالكثير يوصل بيته. اول ما وصل عند باب البيت ويشوف هالمنظر اللي أزعجه بصراحة، شاف زوجته واقفة عند الباب بكامل زينتها، لابسها اللبس الضيق ومبين أجزاء من جسدها وكذا، وكاشخة وهالروج الأحمر والشعر المسرحته ويتطاير ويطالع، ما صدق عيونه في البداية. البنت واقفة عند الباب وتكلم شاب، وتكلمه وكأنها مبسوطة بالحديث معاه، لأن الشاب مبتسم ويضحك ويتغشمر وكذا، وهذا يطالع ويتمشى. الظاهر هي متعودة أن زوجها دائما يجي بسيارة ويشوفونه من أول الشارع، هالمرة جاي يمشي يعني ما انتبهت عليه، وهذا الشاب يسولف مع زوجته ويضحك وهي تضحك ومبسوطة. لما اقترب منهم قام يتسحب لين يوصل عشان ما ينتبهون عليه، ويمسك الولد من الخلف
انت منو وش جابك هني وانت ليش تسولفين معاه وكذا، وصار معصب ويصرخ وكذا. الولد ما تكلم ولا رد عليه ولا كلمة. المصيبة الرد اللي جاه من زوجته العروسة الشريفة العفيفة، قالت له لا تعلي صوتك ولا تصرخ عليه، هذا حبيبي. نعم، يقول والتفت على الولد ولا الولد يبتسم بحقارة، وهي كذلك بعين جريئة جدا ولا كأن خايفة من ردة فعلي. أو ينجن الشاب، ما تمالك أعصابه، الولد ما تمالك نفسه، على طول بدون مقدمات ويضرب الشاب اللي واقف مع زوجته بوكس على الأنف، بدأ ينزف وسقط على الأرض. وهذا استمر بضرب هالشاب وركله على البطن وعلى الصدر إلى أن أتت أحد الركلات على صدره بشكل قوي جدا وتوقف قلب الشاب وتوفى. التفت على زوجته ولا زوجته مغمى عليها من المنظر اللي شافته. التموا العالم واتصلوا بالشرطة وشالوا الولد، ولا الولد خلاص شالوا الزوجة، أسعفوها وبدأ التحقيق بعد ما ألقوا القبض على الزوج. اسألوا شنو القصة، قال لهم القصة هذا اللي صار معي، أنا ما أدري منه هذا، لكن مبين إن بينهم علاقة وأنا حسيت إنها متغير علي الفترة الأخيرة وهذا اللي صار معي. سألوا الزوجة، الزوجة شهدت شهادة ما يشهدها الشيطان ضد الإنسان، قالت أنا كنت أرمي الزبالة يعني في حاوية القمامة، ومر الشاب هذا بالصدفة يسألني عن أحد الأماكن وشافني زوجي وبدأ يعتدي عليه بالضرب وقتله. يا بنت الحلال غيري بدلي، أكيد، قالت أكيد ومليون بالأمية ومن هالكلام هذا. وما في شهود على الواقعة، الشاب مات والزوجة شاهدت ضد زوجها، والزوج يقول لا والله أنا شفتها وياها وتضحك وكانت بكامل زينتها وقالت هذا حبيبي، وهذاك الشاب ابتسم بحقارة وهذا اللي نرفزني وأنا ما تمالكت أعصابي، وهذا شيء طبيعي تكون ردة فعلي إذا هذه حقيرة وعينها قوية، فشيء طبيعي أنا تكون ردة فعلي إني يعني أضرب هالشاب وأضرب هي كمان. قالوا له حبيبي هالكلام هذا ما ينفع. المهم لكم طول قامت الدنيا على الشاب والكل قلب ضده، وأمه حصل فيها جلطة وصار فيها شلل نصفي بعد ما سجن ولدها بجريمة قتل. لا يا ريت الموضوع وصل إلى هذا الحد. قاموا أهل البنت وطلبوا الفصل، جابوا سووا طلابة على قولتهم، اللي جابوا عشيرتهم وجماعتهم على أهل وجماعة الزوج أن يطلبوا منهم الفصل لأن شوه سمعة بنتهم، والتحقيقات أثبتت أن كانت شهادتها أن هذا الشاب ما تعرفه وجاه من الشارع وسألها وهذا اللي اقتله. المهم مالكم بطويلة حطوا عليه فصل 50 مليون، والشاب اللي مات هم أهله اطلبوا فصل من أهل الزوج لأن قتل ولدهم وحطوا عليه 150 مليون، صار المبلغ 200 مليون دينار عراقي، تقريبا ما يعادل 300,000 دولار، يعني 100,000 دينار كويتي. جماعته وأهله يعني هذا تعرفون عرف عشائري وقبلي وكذا، وصار الفصل ووافقوا على 200 مليون. العشيرة والجماعة قطوا له قطية، يعني كل واحد اللي دفع وصل المبلغ إلى 100 مليون، وقاموا باعوا بيت العجوز المشلولة الشلل النصفي اللي فيها جلطة اللي ميتة على يعني حسرة على ولدها، باعوا بيتها علشان يكملون المبلغ 200 مليون. أما الشاب يقول هذا القاضي الآن اللي يروي القصة، يقول أنا متأكد 100%،
ان هذا الشاب مغدور، هذا الشاب تعرض للخيانة، تعرض لأسباب دفعته فعلا لهالأمر، لان اصلا ما في اي سبب يستدعي ان الشاب يقوم بضرب شاب اخر بالشارع بهالشكل العنيف وعند باب بيته، الا اذا في شيء واضح كعلاقة يعني شافه فعلا مع زوجته. لكن الزوجة الحقيرة تبي تبرر الموضوع هذا وشهدت ضده، فيقول أنا في أول حكم ما قدرت، يعني ما قدرت أحكم على الولد لأن ما في أي دليل يسند أقواله، فحولت القضية لأني تأثرت فيها، حولت القضية إلى قاضي آخر وطلبت منه أنه يخفف له الحكم، وخصوصا بعد ما أخذ التنازل من أهل الولد وكذلك أهل البنت، لأنه دفع لهم 200 مليون، باعوا بيتهم وتشردت العائلة بالكامل والولد مسجون، فحكموا عليه بالسجن 15 سنة. الدكتور الجامعي يسمع القضية من القاضي وهو مصدوم، يقول له أنت شنو تقصد بروايتك لي هالقضية هذه لما جيت تسألني عن البنت اللي أخوك يبيت؟ قال له أنا أقول لك انتبه تمدح شاب أو بنت وأنت ما أنت متأكد، وخصوصا إذا أنت تعرف أن هذا أخلاقه السيئة، لأن فعلا من استشارك دخل في ذمتك، وبكرة ترى الناس ما تتركك لما أنا أجي أسألك أقول لك فلان جاي يخطب واحدة من جماعتي وانت تقول لي محترم واخلاق وكذا، وبعدين يتبين انه سيء السمعة وانه متعاطي وصاحب سوابق ولا انسان سيء، تعتقد الناس بتتركك؟ تعتقد ان رب العالمين بيتركك على هالمديح العكسي اللي خدعت فيه الناس؟ هذه فيها انساب وفيها بلاوي ومشاكل تحصل. الشيء الثاني، لا تسيء إلى سمعة شخص لما مثلا أحد يسألك عن فتاة معك بالدوام، لا تقول له هذا فيها وما فيها وهي بنت محترمة، لأن رب العالمين كما تدين تدان راح يعاقبك في أهلك وبناتك ونسائكم. والأهم من ذلك، أنت دكتور جامعي وأنا أتمنى أنك تروي هالقصة للشباب وللبنات وتحذرهم من العلاقات القديمة وخصوصا الماضي، وقول لهم انسى الماضي. إذا فتاة كانت على علاقة في شاب، يعني بنت غلطت وكانت علاقة مع شاب وما قدرت تتزوج لأي سبب من الأسباب، هذاك ما عنده الإمكانية، صايع ضايع وتحبه لكن ما هو قادر يتزوج، وجاها واحد محترم وقبلت فيه، خليها تنسى الماضي ولا تنبش فيه، لأن دائما الماضي في مثل هالأمور هذه يجلب المشاكل الكبيرة، الجنايات الصعبة اللي فيها قتل وفيها مطاردة وفيها بحث وفيها تعويض وفيها شتات عائلات تضيع بسبة علاقات ماضية، وخصوصا إذا كان الشاب يحب فتاة وراحت تزوجت من شاب آخر ويستمر في مطاردتها أو بالمحاولة للتواصل معها وهي على ذمة رجل آخر، بغض النظر على أن هذا هو تخبيب وهذا من يخبب امرأة على زوجها لا يشم رائحة الجنة، علاوة على ذلك أن هذه من أصعب القضايا اللي موجودة في المجتمع اللي دائما نهايتها وخيمة. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم ويبعدكم عن الماضي السيء أو الماضي اللي انتهى وراح. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.